طال أمد بقاء هذه السلطة أو قصر لن أكون لها حليفا أو شريكا أو نصيرا، لأنها لا تستحق مني ذلك. أنا لست بالشخص الذي يخضع للتهديد أو يسمح بالإبعاد. أنا هنا للدراسة، لأكمل إعداد نفسي علميا وعمليا لخطواتي المستقبلية. كان قدامي اختيارين، الاختيار الأول إنه أغير قناعاتي، وده أنا مش مؤهل ليه على أي نحو في علاقتي بالسلطة أو في علاقتي بالشركاء أو بالحلفاء أو بالزملاء. عايزين تدوروا على حلول لمشاكل نحن لم نصنعها، لكن واجبنا ان احنا نساعدكم في حلها. احنا جادين وجاهزين، لكن عايزين تاخدونا في مناورة سياسية تجملوا بيها المشهد وتقنعوا نفسكم والاخرين وبالاخص في الخارج ان ده حوار. احنا اسفين. هناك فارق ما بين الحوار المجتمعي اللي يجب أن يكون حالة دائمة، وما بين سلطة بتقول في لحظة ما أن احنا في مشكلة وأنه ليس في الإمكان أحسن من مكان. احنا بنقول لا، أنتوا تقدموا أسوأ ما يمكن. اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش. الناس بتسمعك، ولما يلاقوا كلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي، وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام.